نبدأ هذه الحلقة المخصصة لكأس العالم 1970 بلحظتين دخلتا التاريخ، لقطتان تتعلقان بالأسطورة بيليه، والغريب أن كلاهما فرصة ضائعة. الحديث هنا عن مراوغة القرن وعن تصدي القرن. تصدي القرن كان يوم المباراة بين منتخب البرازيل والمنتخب الإنجليزي الذي فاز بكأس العالم 66. لقد اختير الحارس الإنجليزي جوردن بانكس في ذلك العام كأفضل حارس مرمى، وهو لقب احتفظ به لستة سنوات متواصلة. عرضية من اليمين ثم رأسية من بيلي وتصد مذهل باغت الجميع، وحتى بيلي كان متأكدا أن الكرة دخلت المرمى، لكن بانكس في ردة فعل مستحيلة أنقذ مرماه من هدف مؤكد 150%. بانكس بطل العالم 66، لكن التاريخ يذكره خاصة لأنه قام بهذه التسديدة العجيبة. الفرصة الثانية التي أدت لما يسمونه أيضا بخدعة بيليه فهي هذه المراوغة المثيرة، ابتكرها الجوهرة السوداء في مباراة البرازيل ضد الأوروغواي. حدثت مراوغة القرن عندما تقدم بيليه للتسجيل ووجد حارس مرمى الأوروغواي أمامه محاولا اعتراض تمريرة تيستاو. توجه بيليه إلى اليسار فارتمى الحارس على نفس الجهة ومرت الكرة من جانبه. للأسف ظلت الكرة طريقها نحو المرمى ببضع سنتيمترات. تخيلوا لو انتهت الكرة في شباك. تصدي القرن ومراوغة القرن دليل آخر على أن كلمة السر في الإثارة والمتعة هي المفاجأة.